العيال دي بقى علشان تعرف سرهم وعلشان يحسوا بالامان من ناحيتك لازم يحسوا ان انت الزعيم عليهم. والزعامه دي ما تجيش الا من قلب اسد. قلبك هيبقى اسد؟ شوف يا فندم والله انت لسه ما شفت قلبتي. بمناسبه بقى الزعامه وقلب الاسد، خلينا نكمل كلامنا في صناعه الليدرشيب عن موضوع الشجاعه. مبدئيا الشجاعه مش معناها غشم، الشجاعه معناها ان الواحد بيبقى فيه حاجه خايف منها ورغم كده يقدم عليها. وايه الفرق بينها وبين الغشم؟ ان الغشيم بيبقى مش مفكر ومش عارف هو بيعمل ايه اصلا ومش مقدر ومش حاسب، انما الشجاع بيبقى فكر في الحاجه، درسها، سأل أهل الخبرة، جمع عنها معلومات، بس عشان لسه دي أول مرة يخطي فيها أو هي حاجة جديدة بالنسبة له أو بالنسبة لها فبيبقى فيه خوف. ومع الخوف ده القدرة بقى على الإقدام والاستمرار وياخد الخطوة أو تاخد الخطوة، هي دي بتبقى معنى الشجاعة. ولو مفيش خوف يبقى الشجاعة ملهاش معنى. زي كده الواحد اللي يقولك أنا قدرتي على الاستحمال جامدة قوي، أنا بستحمل أي خبطات وأي وجع مثلا في جلدي وهو أصلا مثلا أعصاب جلده ميتة، فطب ما هو مش لقطة، مش حاجة يعني مميزة. من أهم مميزات القائد شجاعة مع الخوف من المجهول، أن القائد بطبيعة الحال لازم هيبقى واخد الناس بتوعه في حتة جديدة ما دخلهاش قبل كده وهم ما راحوهاش قبل كده. وعايز أقول لكم هنا نقطة مهمة في الشغل بالذات. ناس كتير بتحس أنه بيجي ياخد خطوة ما يقولك أنا مش عامل حاجة جديدة، أو حتى لو المخاطرة مش بس أنها بتبقى بقى مخاطرة مدروسة، هي بتبقى مش مخاطرة لأن بيبقى فيه ساعات ناس تانية، غالبا بيبقى مديرك نفسه أو مدير القائد ده يقول له نظام إيه إحنا عملناها قبل كده وروح بس اعمل دي. صحيح في سنة شجاعة أنه هو أو هي يبقوا بياخدوا الخطوة هم ما جربوهاش ولا حسوا بيها قبل كده، بس لسه برضه هو واخد الأمان من حد تاني خد الخطوة. وكنا قلنا أن أنت كده مستوى قيادتك متأثر بمستوى قيادة اللي فوقك، دي حاجة كويسة مش حاجة وحشة، بس شوف ازاي ان انت هنا ما تصدرتش لسه الموقف، مضطر تتعامل فيه لوحدك من غير حد فوقك ولا حد يقولك ولا حد يطمنك ويقولك دوس احنا عملناها قبل كده وملكش دعوة، احنا عملنا مثلا الخطوة دي في البيزنس قبل كده او عملنا الخطوة دي في الشغل قبل كده. كده هم اللي بيقولوا لك، كأنهم هم اللي بيدولك التوجيهات. إنما بنتكلم على الشجاعة بجد مع خوف حقيقي نابع من إنك بتواجه أو بتواجه حاجة ما شفتوهاش قبل كده وما جربتوهاش قبل كده، وأقصى ما تقدروا تعملوه إن أنتوا تدرسوا الموضوع بس وتجمعوا عنه معلومات. دي حاجة بتواجه قادة كتير بالذات لو هيبقوا بيحاولوا فعلا ياخدوا الناس بتوعهم لحتة جديدة ما مروش بيها قبل كده. تبقى قلب أسد هفاجئك. يا ريت تفاجئني يا مسؤولي. أنت خدت كل المعلومات، وريني بقى هتستعد للمهمة دي ازاي.